ومناطق إعادة التوطين. وشاركتنا في ذلك الآن في التنفيذ 8 جهات عالمية إضافة إلى الهيئة القومية للآثار، وسلمنا شهادات لكل مواقع إعادة التوطين، ملتقى أو الحملات الجديدة، وادي المقدم أو أمر الجديدة، المكابرات، الكحيل شريك، إضافة إلى كل المنطقة المغمورة. كما ذكرت التعاون ما بين هذه الجهات العالمية الثمانية إضافة إلى الهيئة القومية المحلي حول البحيرة، أنهم لا ينوون مباركة هذه الأرض، وخيارهم هو الخيار المحلي حول البحيرة. لا المكابرات هي الخيار، ولا المشاريع الأخرى التي تم إعادة توطين الآخرين هي الخيار، وإنما خيار حول البحيرة هو خيار. قمنا بالتعاقد مع هيئة جامعة الأردن الاستشارية لدراسة الخيارات حول البحيرة، وتم اقتراح 7 خيارات: الكحيل الشريف، الكحيل الغريب، ومزنيربة، الحويلة، الحلال، مسرح، سهل المال. دي 7 خيارات التي اقترحت من قبل مجموعة المتأثرين والجزء الآخر من المتأثرين في منطقة المناطق. وتعاقدنا مع هيئة جامعة الأردن الاستشارية ونفذت هذه الدراسة، وتم تنوير لكل اللجان المعنية بهذه الدراسة، وسيصرح الأخ دكتور محمد عبود من هيئة الاستشارية الجامعة الأردن هو معنا الآن للتعقيب. نرحب بدكتور محمد عبود مستشار الهيئة الاستشارية الجامعة الأردن، نترك له المجال. خلينا في حديثنا بإيجاب نرغي في مختصر على مشاريع من خلال هيئة جامعة الأردن الاستشارية، وهي تهتم بالمشاريع القومية ومن ضمنها مشاريع مصاحبة للسيد مروي. الهيئة الآن بتعمل في حوالي 4 أو 5 مشاريع متعلقة بالسيد مروي. أولها مشروع أمري جديدة يلي هو مشروع غابغاب ومشروع كحيلة تحت الدراسة النهائية، وسبق أن قامت بإجراءات مدى هندسية أمان المساحة لمشروع المستقر الزراعي اللي هو ملموس ومشاهد في أرض الواقع. بالنسبة لمشروع الحالي الجاري التنفيذي اللي هو مشروع أمري الجديدة، تنجح في ولاية الشمالية المنطقة جنوب أودري مباشرة، والمساحة المقررة للمشروع حوالي 67 ألف فدان، ومساحة فينا الآن حوالي 35 ألف فدان. مشروع بقى على الضفة اليسرى لنهر النيل، وفي قناة رئيسية تطول حوالي 6.4 متر، سعة بتاعتها أو الكباسيتي 24 متر مكعب. المضرب على الشاطئ هو مضرب رئيسي حكم الخطة الرئيسية، يتكون من 6 مضخات فيها 1 احتياطي و5 بتعمل بسعة 2.4 لكل مضخة. على بعد 5 كيلو و5 كيلو و500 متر من الشاطئ توجد أيضا محطة باور بين المناوي أو البوستر بومب ستيشن، وهي في نفس السعة وبنفس عدد المضخات كما في الشاطئ. ثم بعد ذلك يبدا ري المشروع. حيروح كان بيعمل انه يصير عندنا في باوربوينت، لكن بدينا في الزمن. بدا العمل في اغسطس في المشروع 2004 القادم على 13 كيلومتر وبكيلو شمال محطة الزيداء، تقع على الضفة اليمنى لنهر النيل، وطول الغرامة يسير المشروع حوالي 24 كيلومتر يعني 10 ممكن نقول 25 كيلو. المشروع الطريق بغطي المنطقة من نهر النيل حتى منطقة نهر عبرة، نقرب يعني من نهر عبرة حوالي 2 كيلو 3 كيلو تبقى من نهر عبرة. زي ما ذكرنا انه النيل المشروع الرئيسي انه قرية الحصى او المعروف الحصاية قرية الحصاية، والمحطة الرئيسية بتضخ في القناة الرئيسية، القناة الرئيسية بتدفع قبل سكة حديد، وده انتهى السايق بتاعه جاهز الان ومر عليه الاختبارات. بيطلع خط البترول القديم ماشي في السبعينيات، بيطلع خط البترول الجديد اللي فتح قبل 3 أو 4 أيام في النايل الأول، وبيطلع أيضا شارع التحدي
ثم بعدها خطة البترول الجديد للشاي في كل قطاعات مناطق رئيسية، ثم ثاني بعدها خطة البترول الجديدة اللي هو بيعرف قطاع دارينا ومن حوض مضغوط نحو البحر الأحمر. ده بالنسبة للمشروع. في محطة مناوي أيضا على 7.5 المحطة الرئيسية، ونفس السعة والكفاءة بالنسبة للمحطة الرئيسية، هو من 8 مضخات من 7 جمل، واحد تكون احتياطي. سعة المضخة الواحدة 5 أمتار مكعبة في ثانية. الربع الكلي للمشروع حوالي 28 متر، ومساحة كلية المشروع زي ما ذكرنا 60,000 فدان. تملك خاصة حوالي 50 أو 52 ألف فدان لتكون مزروعة. ممكن المشروع يكون من أكبر المشاريع الآن بتكون شمال الخرطوم، يقارب المساحة المزروعة من مساحة مشروع التركي، وده لمنطقة شيري أعلى من 3 مرعي. المشروع الثالث ولو جاء إدراكه الآن، وطالما الآن الهيئة انتهت من إعداد الخرائط للتنفيذ وكما ستراجع في إدارة المياه تطرح للمقررين، لو هذا المشروع كحيلة حقيقة أنا حبيت أن أخذ دولي ما الناس على خلال مشروع كحيلة. كان الاتجاه أنه محاولة إنشاء بعض من المشاريع على البحيرة، لكن المشكلة الكبيرة للبحيرة عملية الإطمار، وعملية الإطمار في حد نفسها عملية يعني مدمرة لأي محطة مضخات عملها على البحيرة. تكفي ما حصل في الشور محافظة الآن في سوكي، محافظة محطة مينا، لكلها تحتاج لعمليات نظافة كبيرة جدا. أستاذ نوري يتوقع أنه لمسة الحوض بتاعه أو المجرى بتاع البحيرة نفسه ضيق وعميق، فبيتوقع أنه الإطماق هو يكون نسبيا عالي، لأنه تتأسس مستهدف عمليات توليد الكهرباء. فأجريت الدراسات، كلها اتبنت على دراسات التي جاءت من قبل شركة مونينكو، ثم بعد ذلك جو شركة روسية أو الانستيتيوت الروسي انستيتيوت موسكو على الهايدرو باور، فدي كلهم توصلوا وأنتجوا دراسات توضح كيفية ما حيحصل في البحيرة ومدى التسديد. فتضح لنا بكل الأسف إن لا يمكن نضع مضخات ثابتة على البحيرة هتغمر بالطمي، وبالتالي كان مجال إذا ما تخرج خارج منطقة البحيرة. ووضع الاتجاه على محطة جنوب مدينة أبو حمد حوالي كيلو، وجد مضرب مناسب وخارج نطاق البحيرة وخارج نطاق الإطماع. منطقة المشروع نفسها بتقع في المنطقة بالقرب ما يعرف كيلو 10، اللي هي حوالي 10 كيلومتر شمال أبو حمد. ومجرى الدراسة ومعايير الدراسات القديمة وجدنا نفس المنطقة تم اختيارها بواسطة الشركة البلدية بما تنسب جدا لغيار المشروع وتهجير الناس حول البحيرة كل المنطقة. هي كانت منطقة مقترحة لتهجير كل الناس اللي بقعوا في انفاق البحيرة. مؤخرا طبعا تم التدفين، هناك مشي داون سيرين في الولاية الشمالية نفسها مش على منطقة الملتقى، هناك في أمري والباقي هو أنه كان مناطير يمشي على منطقة كحيلة شريك أو ما يعرف بمنطقة الفيلة. فنفس التطابق ونفس الدراسة الجديدة أدت نفس النتائج وصلتها الشركة حسنة عليها. مشروع كحيلة المنطقة المستهدفة فوقه حوالي 46,000 فدان، وزي ما قلنا المضرب الرئيسي يقع جنوب مدينة أبو حمد منطقة البنطون الجديدة الحالية حوالي 1 كيلومتر جنوب المدينة، أيضا بقى على الضفة اليمنى اللي هو مع البنطون الوديلة جزيرة مبرات. طول القناة الرئيسية 43 كيلو، في حوالي 15 كيلو قناة يكون قرية حتى تصل أراضي صالحة للري، وبعدها تبدأ عمليات الري. بيتكون المشروع من 9 مضخات عند الشاطئ، وسعة كل مضخة حوالي 4 أمتار مكعبة في الثانية. وتذكير الآن نمشي للبومبات الغاصة بسبب ان البومبات الثابتة تكاليفها مكلفة عن التنفيذ بالذات من ناحية الأعمال المدنية. التجربة دلت على ان في المخابرات وفي أمر جديدة يعني تحتاج الشركة الصينية تعمل كفر تام وعمل بحماية داخل النيل وتجفف وتحفر في الداخل. بعد عندنا محاولة أو جينا دراسات لحد الآن مبشرة انه هناك تستخدم البومبات الغاصة، لكن خيارين لا زالوا موجودات، أي خيار يكون أفضل.
الرفع الكلي للمشروع حوالي 38 متر. زي ما ذكرت سوى الرئيسي خلنا نطلع مصيبة البحيرة عمليات من الإجماع والمتوقع توصل حتى رأس الجزيرة مبرا. سؤال من ذا باختصار عن مشاريع الجارية ثلاثة الآن. شكرا جزيلا. كانت على أساس سير النقلة قلت على منهجين، منهج تقييم الوصول ومنهج الإهلاك. الآن في 2005 في 2004